يا اخواني هذه نعمه مفطحين اثنين ما ذيق منها شيء وموضوعها كما هي، ونحن والله ما نبعد عن يعني عن اقرب بلده وهي الدواد من الان الا 5 كيلو او 10 كيلو. هذه النعمه اخشى ان يعذبنا الله جل وعلا بها كما عذب الله جل وعلا اقوام. هل هذا هو شكر لله جل وعلا؟ من الذي اعطانا؟ من الذي رزقنا؟ اليس الله جل وعلا؟ من اخواننا والله ما يجدون اكلهم الا في النفايات وفي براميل الزباله. فاتقوا الله جل وعلا في انفسكم. يا من انعم الله عز وجل عليك بالمال واعطاك، اليس هذا هو شكر الله جل وعلا؟ اعطيها والله اناس لهم ايام وشهور بعضهم والله ما اكلوا لا لحم ولا رز. فاتقوا الله في انفسكم، وهذه النعمه قد تنقلب الى نقمه، وهذه الاموال قد تنقلب غدا الى بؤس وشقاء وفقر، وقد غدا تسال هذه النعمه لان الذي اعطاك هو الله جل وعلا. فاسال الله تعالى ان يعصمنا واياكم من هذه النعم التي والله ما شكرت ولم نتق الله عز وجل فيها.